الآن رح نحكي عن التوبيك الخاص بالـ Energy Balance Procedures، إنه كيف أنا بدي أسوي Energy Balance وأحل فيها Problems باستخدام لما يكون عندي معلومات ناقصة خاصة بالـ Energy Balance. حنشرح وبعدين نطبق على Problems موجودة عندنا بالكتاب. فعادة لما نشتغل على الـ Energy Balance زي ما تعلمنا بـ Principles 1 إنه لازم أول إشي أشتغل فيه بأي ماس أو Energy Balance Problem إني أحل ارسم الفلو تشارت. بعد ما اقرا السؤال وافهمه بدي ارسم الفلو تشارت، اعمل فولي ليبلنج لهذا الفلو تشارت عشان اتاكد انه كل المعلومات عندي موجوده على الموجود عندي موثقه على الفلو تشارت. هلا هون زمان كنا نحط بس بالنسبه لنا الماسز الكومبوزيشن وانتهى الموضوع، او المولز او يعني اي شيء علاقه بالماس. هون بنضيف هلا شويه معلومات اضافيه عشان نحدد السبيسيفيك انثالبي لكل ستريم كومبوننت. بنحتاج ايش في عندي تمبرتشر البريشر الستيت اوف اجريجيشن، مهم انه نحددهم. يعني انا بدي احط على كل ستريم ايش التمبرتشر البريشر تبعته وايش الستيت اوف اجريجيشن، انه هو سوليد او ليكويد او غاز. فمثلا ما ينفع هلا نكتب H2O وخلص، لا لازم نكتب H2O سوليد او H2O ليكويد او H2O فيبر عشان لما اجي اطلع فيزيكال بروبرتيز اكون عارف شو الستيت اوف اجريجيشن لها. هلا شو الخطوات اللي نمشي عليها؟ انه اول شيء ديتيرمن اف بوسيبل the flow rate of all streams components using material balance. يعني أول شيء بدي أشوف أعمل material balance، إذا أنا بقدر أطلع أي flow rate باستخدام material balance فقط بيكون ممتاز، بحسبها وبحددها قبل ما أبدأ بال energy balance. بعدين باجي على كل stream حسب ال properties تبعته، بحدد ال specific enthalpy لهدول streams، بكون يعني مقرر قديش هم قيمهم. واخر شيء بكتب الـ appropriate form of the energy balance and solve it for the desired quantity. يعني انا اذا كان عندي closed system او open system بحط ايش هي الـ energy balance equation، وبعدين بنفس الوقت بقول ايش في عندي simplification، مثلا الـ kinetic energy zero، الـ potential energy zero والى اخره، لحد ما انه اوصل للـ appropriate form وبعدين simplify طبعا، وبعدين بحلها وبطلع الجواب للسؤال اللي بيكون مطلوب. هلا حنحل بروبلم اللي هي اول شيء حنحل بروبلم 35 اللي هي مكتوبه عندكم هون. اللي عندي شيء البروبلم تحكي لي انه التيرباين ديسشارج 200 كيلوغرام اوف ساتوريتد ستيم ات 10 بار ابسولوت. It is desired to generate steam at 250 degrees Celsius and 10 bar by mixing the turbine discharge, هذا اللي حكينا عنه قبل شوي, with a second stream of superheated steam of 300 degrees Celsius and 10 bar. إذا في عندي أنا turbine discharge بيطلع بـ flow rate قيمته 200 كيلوغرام بالساعة، بيطلع على saturated steam بيكون على 10 bar. إحنا الهدف إنه أخلط هذا الساتوريتد ستيم مع ستيم ثاني على يعني البروبرتيز تبعته انه 300 دجري سلسيوس و10 بار، واطلع بالنهايه البرودكت تبعي يكون سوبر هيت ستيم على 250 دجري سلسيوس و10 بار. اوكي عندي تو كيسز. اول كيس بقول لي if 300 كيلوغرام اوف بير اور اوف برودكت ستيم از تو بي جنريتد هاو ماتش هيت ماست بي ادد تو ذا ميكسر. انه انا الهدف تبعي اني اطلع من البرودكت ستيم هذا 300 كيلوغرام بير اور، فكم بدي اضيف عليها كيو؟ قديش لازم تكون الهيت تساوي؟ بدنا نحسبها. الحاله الثانيه انه اذا كان الميكسينج از كاريد اوت اديباتيكلي ات وات ريت از ذا برودكت ستيم جنريتد. برضه قديش بحتاج كميه من الستيم اللي داخل والستيم اللي طالع قديش حيطلع لاي فلو ريت اذا كان هذه البروسس حتمشي اديباتيكلي. طبعا بدنا نمشي فيهم هلا حسب البروسيجر اللي حكينا عنها اول قبل شوي. اول خطوه لازم اني ارسم الفلو تشارت كامل واعمل فولي ليبلنج له. فاحنا هي الفلو تشارت اللي عندنا، عندي التيرباين ديسشارج اللي هون، عندي 200 كيلوغرام بير اور من ال H2O فيبر، وحطينا الكونديشنز انه 10 بار وساتوريتد. يا اما بحط ساتوريتد يا اما بحط التمبرتشر. فهلا اذا كنت حطيت ساتوريتد حسب المعلومه اللي عندي خلاص بعرف انه انا الستيم هذا ساتوريتد. الستريم الثاني اللي هو الستيم اللي بدي اعمل له ميكسينج اللي بدي اجيبه اللي هو على 300 دجري سلسيوس و10 بار، بس ما بعرف قديش الماس فلوريد له. والبرودكت اللي عندي اللي هو 10 بار 250 دجري سلسيوس
وبرضه الفلوريت النون، فانا حطيت هون N2 وهون N3، وطبعا في عندنا الكيو اللي داخل عندنا على السيستم عشان اقدر اني اسخن هذا المكسر حد ما اوصل للبرودكت اللي انا بدي اياه. تمام، فهلا بدنا رسمنا الفلو تشارت تماما. نيجي هلا على السكند ستيب اللي هو انه اذا انا بقدر اني احدد الفلو ريتس الموجوده باي ماس بالانس بقى بدي احددها مباشره. فانا هلا بدي، عشان احنا عندنا تو كيسز بدنا نكون نمشي بجنرال بروسيجر، فبدي اكتب الماس بالانس ايكويشن اللي هي ال N بيساوي ال out. فشو في عندي N 200 زائد N2 بيعطيني ال out اللي هي ال N3. ف 200 plus N2 equals N3. الخطوه اللي بعدها بدنا نحدد السبيسيفيك انثالبي لكل ستريم كومبوننت، وهون بدنا نشوف شو بنساوي. هلا الستريم الاول هذا H1 عباره عن 10 بار وساتوريتد، معناته على اي تيبل بدي اروح يا صبايا ويا شباب؟ B5 B6 B7، شو رايكم على اي تيبل راح اروح؟ B6 بالضبط، هو ساتوريتد و10 بار اللي بعرفه هو البريشر وساتوريت، معناته بدي اروح على B6. فبنروح هون على تيبل B6 تمام، اللي هو بيعطيني البريشرز، بدي انزل فيه لحد ما اوصل لل10 بار. اوكي، ملاحظوا انه هو زي ما حكينا الرينج تبعه كثير كبير، فبدنا نمشي هون واليونت هاي بار فما في داعي للتحويل. فبدنا نيجي هون على ال10 بار. اوكي، بما انه ال10 بار هيها، اوكي هي التمبرتشر المقابل لها 179، هاي اللي هي ساتوريشن تمبرتشر. نمشي هون، نتذكر انه الكولوم الاول والثاني عباره عن فوليومز، يعني 3 و4 فوليوم، ال5 و6 هم انترنال انرجي، ال7 وال8 هم ال7 و8 و9 هم الانثالبيز. فانا الاول هو عباره عن للووتر، وهون عندنا الستيم، فانا هذا هو الرقم اللي عندنا اللي احنا بهمنا اياه اللي هو 2776.2. فهذا H1 2776.2. اوكي، هلا الاذر تو ستريمز هدول مش ساتوريتد، they have temperatures و pressures، معناته انا بدي اروح فيهم على اي على اي تيبل هلا؟ شو رايكم؟ بانه في عندنا temperature و pressure بده يكون B7. اوكي، B7 لانه هو للسوبر هيتد للساتوريتد، وحتى عشان اتاكد والله انا فبروح على التيبل اللي هو B7. هذا 10 بار و300 وهذا 10 بار و250. فاحنا على الرو هون هي البي 7 وهي الرو بحكي لي هون هاي اللي هي 10. اوكي، هاي البار وهي زي ما شفنا قبل شوي 129.9. نيجي هلا ال10 بار نقاطعها مع ال250 دجري سلسيوس، هاي ال10 مع ال250، فبيطلع عندي هذا الرقم اللي هو تبع الستريم البرودكت، وعند ال300 اللي هو 3252 اللي هو عند الانلت اللي داخل اللي بدي اخلطه مع الساتوريتد ستيم. فلاحظوا هون اذا في عندي 10 بار هي السبيسيفيك انثالبي 2943 و3052، فهي القيم 3052 ل 300 دجري سلسيوس و2443 ل 2954. هاي خطا مطبعي بس 2943. تمام، هلا الفاينل ستيب اني بدي اكتب الانرجي بالانس ايكويشن البروبر فورم منها واحلها. فهلا الانرجي بالانس ايكويشن عندي هذا السيستم، نتذكر انه احنا اوبن سيستم، فبالتالي دلتا اي كي زائد دلتا اي بي زائد دلتا اتش تتساوي الكيو ماينس الدبليو. عندي هون ما في عندي اي موفينج بارت، فبالتالي الدبليو بتساوي زيرو، ما عندي كينتيك انرجي ولا بوتنشال انرجي، معناته احنا ما في تشينج فيهم، بالتالي الفورم سمبليفايد فورم حتكون كيو بتساوي دلتا اتش الاوتبوت ماينس الانبوت. فالاوتبوت عندي يا 2943 ضرب ال N3 هاي 2943 ضرب ال N3 ناقص الانبوت، في عندي 2 ستريمز اوف انبوت، في اللي هي ال 200 ضرب 2776.2 وال N2 ضرب ال 3052 هاي. اوكي، فهلا انا بدي امشي فيهم كيس باي كيس. الكيس الاولى كانت تحدد لي فيها الفلو ريت، الكيس الثاني كيس ثاني كان حكي لي انه اديباتيك. فالكيس الاولى إذا في عندي معادلتين، هاي المعادلة الأولى ماس بالانس والمعادلة الثانية انرجي بالانس. فالكيس الأولى كان حكى لي إنه البرودكت ستيم هو 300، فبالتالي بروح المعادلة الأولى بحل بطلع قديش الـ N2، وبعدين بطبق في المعادلة الثانية بطلع قديش الكيو اللي بده إياها دايركتلي اللي هي بيطلع معنا 3.23 في عشرة قوة 4 كيلو جول بير أور، جست إنه بعوض الـ N3 والـ N2 هون بطلع قيمة الكيو. تمام؟ الفرق الثاني كان بحكي لي إذا كان ميكسينج أديباتيكلي، فأديباتيكلي شو معناته؟
قد ايه بدك معي اتش بالضبط كيو بتساوي زيرو، فهي نفس المعادله هاي لكن دلتا اتش بتساوي زيرو، يعني هذا كله بيساوي زيرو. فصار عندي هلا ايش بهي الحاله معادلتين بمجهولين اللي هم ان2 وان3، بحلهم مع بعض سيمتينيسلي، بعوض بدل الان2 هون بحط ان2 ايش بتساوي ان3 ماينس 200، فبقيم الان2 بعملها سبستيوشن هون بتصير عندي هاي معادله بان3 بحسبها وبطلع بعدين بعوضها وبطلع بها الان2، فبحل المعادلتين سيمتينيسلي بيطلع انه الان2 بتساوي 406 وهون 606 كيلوغرام بير اور. فلاحظوا هلا لما كنت عندي انا الانرجي اللي موجوده عندي بالنسبه للستريم الاول عندي 2776، الستريم الثاني 3052، اللي بده يطلع برا 1943. اوكي، فهلا انا بدي احصل على 300 كيلوغرام هون، شو عملت؟ وعندي فعندي محدده كميه، فشو عملت؟ اضطريت اني اسخن، اعطي كمان انرجي لهذا الميكسشر عشان يوصل لهاي البروبرتيز. الحالة الثانية انه لو شفنا وكانت لاحظتوا انه هون 200 و100 اعطاني 300. الحالة الثانية ما بدي اعطي انا هيت، بدي بس الهيت اللي يدخل على سيستم هو من الستريمز اللي داخل عندي. فشو صار؟ اضطريت اني ادخل قديش؟ اضطريت اني ادخل هون 400 كيلو جرام بير اور عشان يكون حامل انرجي اكثر. الفرق بين ال 400 هاي وال100 بالنسبة للانرجي هي اللي اعطيناها عن طريق الهيت ادد على الكيس الاولى. فهون اضطرينا اضيف كميه اكثر عشان احصل على هذا الستيم بهذه الكونديشنز، وحصلت طبعا بالنهايه انه محصل على ستيم اكثر، كان المره الماضيه 300 صار هون 600، لكن الفكره انه ليش اضطريت اضيف اكثر؟ لانه انا بدي انرجي اكثر، ما بدي اسخن، لا بدي اجيب الانرجي بس من الستيم اللي داخل عندنا على هذا السيستم. فهمنا الفكره من السؤال؟ اي سؤال على هذا البروبلم؟ نروح اللي بعدها. تمام، البروبلم اللي بعدها هي بروبلم 746 عندهم في الفندر روسو، بيقول لي انه في عندنا 8 فلويد اونسز، وعم بشرح لي انه ال1 كوارت بيساوي 32 اونس اوف ا بافرج ان ا جلاس ات 18 ديجري سلسيوس از تو بي كولد باي ادينج ايس اند ستيرنج. يعني في عندي عصير ولا اي مشروب غازي ولا وات ايفر بدي احط عليه حراره 18 بدي ابرده، بدي احط عليه ايس واعمل ميكسينج او ستيرنج. هلا بقول لي the properties of the beverage may be taken to be those of liquid water، كاني بدي اتعامل مع البافرج هذا انه كانه مي. اوكي، the enthalpy of the ice relative to liquid water at triple point is minus 348 كيلو جول بير كيلوغرام. اعطاني قديش الانثالبي للايس اللي بدي اضيفه نسبه لمين؟ للتريبل بوينت. بما انه نسبه للتريبل بوينت كانه عم بحكي لي انه you can easily use الستيم تيبل على اساس ان هم نفسهم برضه الريفرنس تبعهم هو التريبل بوينت. شو بيقول لي السؤال؟ Estimate the mass of ice milligram that must melt to bring the liquid temperature to 4 degrees Celsius, neglecting energy losses to the surrounding. اوكي، اذا هاي نقطة مهمة بالنسبة لنا عشان نتذكرها. For the, this isobaric batch process, the energy balance reduces to Q without delta H. قبل ما نبدا نشرح بس ذكروني ليش هلا هاي هو كلوز سيستم بس المعادله تبعته صارت كيو بتساوي دلتا اتش بناء على شو؟ كيف صارت هيك؟ اللي حل البروبلم 715 يذكرنا. احنا ك كلوز سيستم شو الانرجي بالانس ايكويشن عندنا يا ياسمين؟ ياسمين مين بحب يجاوبني؟ الكلوز سيستم ياسمين الكلوز سيستم ايش الانرجي بالانس تبعته؟ الجنرال بالانس ايكويشن تبعته دلتا ايش؟ يلا يلا اي دلتا يو بلس دلتا الكاينتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي يساوي كيو ناقص اللي هو الورك. تمام، هل في عنا شيء في كينيتيك انرجي او بوتنشال انرجي هون؟ لا ما في دكتورة، ما في، ما حكى لي، ما جاب لي سيرة صح؟ ما في انه لا انرجي ولا بوتنشال بوتنشال انرجي تشينج. والدبليو هون شو بتكون؟ احنا عم نضيف مادة وباتش سيستم، بس المادة عم نضيفها فعم تغير لي ايش؟ الفوليوم، لكنه ايزوباريك، ففي عندي بي دلتا في. تمام،
اللي هي الورك، مش الورك اللي هو الـ يعني جزء من الورك اللي بيجي من عملية الميكسينج هاي. فالبي دلتا في هاي بدي أجمعها على الدلتا يو بتحول لإيش؟ بي دلتا في زائد دلتا يو، هاد تعريف الانثالبي متذكرين؟ فصارت دلتا اتش تمام. فبي دلتا في زائد دلتا يو حتصير دلتا اتش، فدلتا اتش صارت ايش؟ موجوده هون بتساوي الكيو اللي ضلت عندنا بالانرجي بالانس ايكويشن. معناته الانرجي بالانس ايكويشن اللي عندنا اياها هي كيو بتساوي دلتا اتش، تمام؟ فهلا بدنا نشوف الحاله تبعنا. اول شيء احنا بدنا نشوف شو البيسز تبعنا، دائما اي معادله او اي بروبلم نشوف شو البيسز تبعنا. اي البيسز اللي هو ايش؟ بكون اي كميه موجوده عندنا بهذا السيستم. فالكميه اللي اعطاني اياها هو كميه العصير او المشروب اللي عندنا، فعندي 8 فلويد اونسز. فهي ال 8 اونس، ال 8 اونس بدنا نحولها لكوارت حسب المعادله اللي حكى لي اياها، 1 كوارت بتساوي 32 اونس. بعدين حولنا الكوارت لمتر كيوب وضربناها في الدنسيتي تبعت الووتر، فطلعت معي الماس للبافرج بيساوي 0.2365 كيلو جرام H2O ليكويد، تمام؟ فحطيناها هلا على الفلو تشارت لما رسمناها، هاي الليكويد حطيناه هون وحطينا تحته التمبرتشر تبعته 18 درجة سلسيوس، وبعدين حطينا الماس اللي ما بعرفها تبعت الايس اللي بضيفها اللي هو H2O سوليد. لاحظوا ما بنحط ايس، لأ بنحط H2O لكن بحط انه هو عباره عن سوليد عشان اعرف انه هو اي فيز اللي هو فيها، وهي الحراره اللي هي 0 درجة سلسيوس. بعدين بعمل الاوتبوت هون، ممكن اني احط والله M1 وM2، او هو هون اختار بانه يحط مباشره اللي هي الM زائد 0.2365 كيلو جرام H2O ليكويد وعلى حراره 4 دقيق زي ما هو يعني طالب انه احنا نبردها ل 4 دقيق سلسيوس. اوكي، نيجي هلا على السكند ستيب انه اشوف هل انا هاي الماس بدي اطلعها من انرجي من ماس بالانس لحالها؟ لا طبعا، لان احنا ما عندي غير معلومه واحده في الماس وانرجي بالانس وماس بالانس ايكويشن واحده بقدر اعملها اللي هي ال H2O. فبالتالي عملناها احنا 0.2365 زائد M بتساوي 0.365 زائد 2M. اذا اتس نوت بوسيبل اني الاقي الماس فلو ريت من الماس بالانس. هلا بدنا نيجي على السبيسيفيك انثالبيز لكل ستريم من دول ستريمز. فاحنا هلا لاحظوا عندنا ليكويدز وعلى temperatures معينة liquid و solid. هلأ السوليد أعطاني إياها given data صح، قال لي إنه الـ specific enthalpy إلها ناقص 348، لكن بضل عنا الليكويدز الثانية على 18 وعلى الأربعة. هلأ هون لما يكون عندي temperature معروفة ولليكويد، فإحنا بنروح على table زي ما حكينا بيكون temperature معروفة اللي هو table B5. هاي تيبل بي 5 بنلاحظ انه في عندي الاربعه هيها وال18 هون. هلا بالليكويد زي ما قلنا احنا انه السبيسيفيك انثالبي از نيرلي اندبندنت اوف بريشر، فانا لما يكون عندي ليكويد بدي اطلع السبيسيفيك انثالبي له بنسى ايش هو البريشر الموجود عندي اياه هون. اوكي، يعني انا بعتبر انه كل التمبر الانثالبيز للليكويد على هاي التمبريتشر هي نفسها، اوكي، بغض النظر عن البريشر. فاحنا نيجي على الليكويد 4 هون سبيسيفيك انثالبي بمشي فيه هون لحد ما اوصل للووتر، الووتر 16.8 على 4 عن 18 75.5. اوكي، فبنروح بنقول اوكي اذا هلا عندي على الاربع من تيبل بي 5 اللي هي 16.8 وهي 75.5، وبالنسبه للايس اعطاني هاي القيمه هو بالسؤال -134.48 كيلو جول بير كيلوغرام. فهلا من الخطوه الاخيره انه بدي اكتب الانرجي بالانس ايكويشن، احنا اتفقنا انه كيو بتساوي دلتا اتش، وهلا هو اعطاني جمله ثانيه اللي هو نيجلكتنج انرجي لوسز تو ذا سراوندينج. اذا كانه انا بدي انسى انه في شيء عم بيصير في ترانسفير من السيستم للسراوندينج، يعني بنحكي كانه الكيو بتساوي زيرو، انه نيجلجبل اماونت اوف هيت ترانسفير فروم ذا سيستم تو ذا سراوندينج، فكيو بتساوي زيرو. فهون بدي اجي اطبق هاي الانرجي بالانس ايكويشن انه دلتا اتش بتساوي زيرو، دلتا اتش اللي هو الاوت ما بتساوي الان بهاي الحاله، الاوت عندي اياها اللي هو ام زائد 0.2365 هاي كماس بروح بالسبيسيفيك انثالبي الها اللي هي 16.8 طلعناها من الجدول، بتساوي 0.2365 اللي هي الليكويد ضرب 75.5 زائد الماس اوف ذا ايس ضرب الماينس 100 348 كيلو جول كيلو جرام. بالتالي لما اعوض بهاي المعادله صارت عندي معادله بمجهول واحد اللي هو الام، بحسبها بطلع معي 0.038 كيلوغرام او 38 جرام من الايس.